هل الإنسان الذي نذر يعني إنه يزور الأراضي المقدسة ولم يتمكن من زيارتها بسبب تنفيذ الطاعة الخاصة تنفيذ أوامر قداستكم، هل الله سيحاسبه على هذا المد أو حتى الرغبة في الزيارة؟ المفروض اللي ينذر حاجة قبل ما ينذر يكون متأكد انه يقدر ينفذ، لكن واحد ينذر حاجة وهو مش قادر ينفذ يبقى نذر غلط. ولذلك اذا كان تنفيذ النذر بسلطة اعلى منك يبقى انت مش مسؤول عن كده. ولهذا في الكتاب المقدس إذا امرأة نذرت نذر وزوجها سمع وسكت يبقى تتنفذ، إذا ما وافقش تبقى هي غلطانة في النذر والنذر ما يتنفذ. هو الأخ ده غالبا بعت لي السؤال ده عشان انا بقول اللي ينذر نذر لازم يوفيه، فيقول لي انا نذرت روح القدس، فايه رايك؟ انت غلطان انك تنذر حاجه انت مش قدها. اللي بينور بطاريه في مكان السيدات يبطل، برضه نفس صاحب السؤال يسر بيقول الانسان اللي يقول وهو صغير انني ساكون راهب وحين ما يكبر يتجه الى طريق الزواج، هل هذا يعتبر نذر؟ هل سيحاسبه الله؟ الصغير ده ما يتخذش على عقل، يعني لو كان يعي ما يقول معلش، لكن ازاي عيل صغير ينذر انه يروح الدير وهو مش قدها؟ كلام عيال، وربنا مش يحاسبه على كلام العيال. ودي برضه توريكوا ان مفيش حد ينذر الا لما يكون قادر على تنفيذ النذر. بيقول سمعت في شريط لأحد الكهنة المشهورين أن السيد المسيح عندما صلب عاريا تماما، وقال بنفس الرب اللفظ زي أمه ما جابته، ومن أجل هذا قال له بطرس حاشاك يا رب أن تصلب، فكان يتمنى له أي ميتة من هذا الصلب لأنه يعتبر العار بسبب التعرية. لا، بطرس لما قال له حاشاك يا رب يقصد السيد المسيح لما قال إن هو هيهان ويحاكم إلى آخره، لكن ملهاش دعوة بالعرض إطلاقا. أما الكاهن اللي يقول إن المسيح صلب عاريا فجاب الكلام ده منين؟ ومش معناها لو قسيس قال لك كلمة تمشي بيها على طول، اسأله قل له إيه مرجعك في هذا الكلام؟
جبت الكلام ده منين؟ والا بقى يبقى كل الصور بتاعه السليم بتاعتنا غلط من اولها لاخرها. محدش قال ان المسيح صلب عاري عن العدل، هذا الخبر عاري عن الصحه. واحد بيقول كيف استطيع ان اسلم كامل ارادتي وقلبي وفكري لله في اي موضوع يحيرني، وكيف استطيع ان اتقبل مشيئه الرب حتى ولو كانت ضد تفكيري في الموضوع، لان كل الاشياء يعملها الله من اجل خير. بس هل انت متاكد ان ربنا موافق على كده ولا لا؟ اما كون انك تسلم لله مشيئتك دي تنطبق على الصلاة الربانية لتكن مشيئتك. كيف تسلم مشيئتك لربنا إذا ما كانش عندك مشيئة خاصة ضد كده؟ لكن ما دام عندك مشيئة تانية هتتعارض المشيئة تانية. سؤال: ما مصير الناس المرضى بالعقل والمجانين والمرضى النفسيون؟ هل الله سيحاسبهم على اعمالهم ام لا؟ طبعا كل عمل يحاسب عليه الانسان هو العمل اللي يكون فيه حر وله اراده. إذا كان مش في حريته مش مطالب، وإذا كان غير إرادته مش مطالب. المرضى العقليين ما عندهمش عقل، فربنا يحاسبهم على حسب عقلهم. ومش كل المجانين درجة واحدة، في جنون مطبق ده ما لا يعي شيئا يبقى ما فيش حساب خالص، وفي مجنون في نقطة معينة وعاقل في كل حاجة. يعني على رأي الشاعر اللي بيقول: وكل الناس مجنون ولكن على قدر الهوى اختلف الجنون. في واحد مجنون كورة، واحد مجنون تمثيل، واحد نقطة معينة يلخبط فيها وبقية النقط ماشي كويس، زي المجرم اللي يقبضوا عليه وهو مدبر الجريمه بطريقه تدل على كامل عقل، وبعدين يجي يقول له لا ده مجنون. امال ازاي دبرها بالطريقه الفنيه دي الموزونه على الاخر؟ اما المرضى نفسيا برضه على حسب نوع مرضه. الله لا يطالبنا فوق ما نطيق، على حسب حالتنا يحاسبنا. واحد بيقول: هل الاباء البطاركة والاسقف والكهنة سواء كانوا رهبان او متزوجين هل ربنا يعطيهم طولة العمر والصحة والعافية؟ تختلف من واحد لواحد. في واحد بيموت سنه صغيرة، وواحد بيموت كبير في السن. يعني مثلا البابا كيرلس الخامس انتقل من العالم وسنه كبير، ده قضى 52 سنة و8 اشهر بطن. بينما البابا كيرلس الرابع انتقل وهو سنه صغيره، يوحنا المعمدان انتقل وعمره 32 سنه تقريبا، وفي انبياء عاشوا عمر طويل. دي تختلف من واحد لواحد، لكن مش قاعده عامه يعني.
واحد يقول هل الإنسان الذي يموت في الحرب هل يعتبر شهيد؟ الشهيد لازم يكون بار أمام الله، يعني لو مات وهو في خطيته اسمه مات في خطيته، لكن لابد علشان يسمى الإنسان شهيدا أن يكون بارا أمام الله. يقول انا اعترفت بخطية معينة وابونا لم يسمح لي بالدخول في التفاصيل، نفسي اعرف هل غفرت لي؟ خلاص ما دام ابونا قال لك كده يبقى خلص، يعني لا تتشكك بعد كده، لان في ساعات تفاصيل متعبة مش كل واحد يحب يسمع التفاصيل المتعبة، وابونا بيفهم طبعا، ما انت قلت له العنوان فهم انت تقصد ايه، مش ضروري التفاصيل ازاي. يقول انا كنت حضرت قداس لاحد الاباء فقال في العزاء ان الله يعاقب خطايا الاباء في الابناء، يعني مثلا لو بابا مشي مش بيروح الكنيسة ولا يتناول ولا يعترف ولا يذهب الى الكنيسة الا في الافراح والجنازات، يعني انا حظ في الدنيا قليل اللي قطع في حياتي، لا دي ملهاش دخل ابدا. يفتقد ذنوب الاباء في الاباء اللي كانت في العهد القديم، وفي سفر حزقيال النبي اصحاح 18 يقول لا يعود يعرف بينكم هذا المثل ان الاباء اكلوا الحصر واسنن الابناء درس، وانما ذنب الابن يكون عليه وذنب الاب يكون عليه. اما حكايه يفتقدها في الابناء دي بعض اشياء بتكون نتيجه خطيه الاب، تعب للابن، زي اب مثلا ضيع امواله بعيش المسرف يبقى ابنه هيطلع كئيب، او ساب لابنه ديون برضه هيطلع كده، لكن خطيه خاصه لا. سؤال: هل توجد في السماء مدينه تسمى مدينه القدام زي ما قلت قداستك، ام دي حاجه رمزيه؟ لا، دي جت في قصة حدث في تلك الليلة. لا، ما فيش مدينة اسمها مدينة قدام، يعني المقصود بيها ان جزء الفردوس الخاص بالقدام.
دول. هل هناك فرق بين الظهور والتجسد؟ طبعا في فرق. يعني السيد المسيح كان بيظهر في العهد القديم لكن ما كانش متجسد، التجسد كان عن طريق العذراء مريم. في العهد القديم ما كانتش اتولدت لسه. أكثر من واحد بعت لي يقول طالب دعوة من أجله ربنا يكون معاك ويسمع الدعوة. سؤال: هل العشور تدفع في الكنيسة أم للمحتاجين وأقرباء الفقراء؟ العشور توصل لربنا بأية الطرق، للكنيسة بتوصل، للفقراء بتوصل، للملاجئ بتوصل، لقرايبك الفقراء بتوصل، على حسب ضميرك يعني. ما هي الخدمة الصحيحة وما معنى الخادم الروحي؟ في نقطة واحدة، الخادم الروحي هو الذي يخدم بطريقة روحية وهدفه خلاص الناس وله تأثير. غسيل الأموال في المسيحية، ما عندناش حاجة اسمها غسيل أموال. واحد بيسأل: ما تفسير الآية أيها الأخوة لا تكونوا أولادا في أجسادكم بل كونوا أولادا في الشر، أما في الأجسام فكونوا كاملين؟ لا تكونوا أولادا في أجسادكم يعني ما تفكروش زي العيال الصغيرين، يعني يكون عندكم نضوج في الفكر، ولكن من جهة الذهن لازم الإنسان يكون كامل. المفروض ان اللي بيتناول بيكون تائب ومستعد للمناوله وبهذا يحصل له الغفران، لكن اذا كان مش تائب ما يتغفرلوش. باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. النهارده ان شاء الله عايز انصحكم نصيحه وهي اهميه قراءه سير القديسين وفائده قراءه سير القديسين من الناحيه الروحيه. سير القديسين مفيده جدا للتمشيط في الحياة الروحية والتشجيع على السير في طريق الله، والكنيسة بتهتم جدا بالموضوع ده لدرجة ان في كل قداس
بيتلى السنكسار وهو عبارة عن سير قديسين، لأن عارفة أن السير دي مفيدة للإنسان لما يعرفها. وأيضا الكنيسة بتتلو جزء من أعمال الرسل في الإبراكسيس علشان سير القديسين الرسل. ومن اهتمام الكنيسة بالقديسين وسيرهم الأعياد التي تقيمها للقديسين، وفي الأعياد دي بتذكر سيرتهم أيضا. كذلك الأيقونات اللي بتوضع في الكنيسة عشان تعطي فكرة عن هذا القديس، وتوقد أمامها الشموع على اعتبار أن القديس ده كان نور للعالم. وأيضا المدايح والزكسولوجيات اللي بتعملها الكنيسة للقديسين، كل ده علشان يكون القديسين لهم وضع في عقل الإنسان كويس. وأيضا التسمي بأسماء القديسين، مش بس لما بيبقى فيه كاهن أو راهب يترسم يسموه باسم قديس، حتى بنلاحظ حاليا إن كتير من أولادنا الصغيرين بيتسموا بأسماء القديسين برضه، مما يدل على اهتمامنا بالقديسين وبأسمائهم. والقديسين دول اللي يقررهم الإنسان على أنواع، في قديسين شهداء وفيه أبطال للإيمان زي القديس أثناسيوس والقديس كيرلس إلى آخره. وهناك قديسون من معلمي البيعة دول اللي كتاباتهم بناخدها احنا كمراجع في الدين عموما. يعني من أمثلة معلم البيعة مثلا القديس يوحنا زهري الفم، القديس أغسطينوس إلى آخره. وفي قديسين من آباء الرهبنة، وفي قديسين من الرعاة أو رجال الإكليروس عموما يعني. وفي خدام بعضهم علمانيين زي سيرة مثلا إبراهيم الجهر أو سيرة حبيب جرجس. وفيه قديس الكتاب المقدس، وفيه قديسون من الشباب زي تدرس تلميذ الخمس وزي قديس يوحنا القصير. وفيه قديسين من السيدات ومن الأطفال، وكل واحد يقرأ اللي بيترك في نفسه أثر. يعني أمامك كل هذه السير وتقرأ اللي يعجبك واللي تتأثر به. هؤلاء القديسون أيضا يمثلون فضائل متعددة، بل ربما لا توجد فضيلة من الفضائل إلا ولها أمثلة في سير القديسين وبطريقة عالية جدا مسمية. زي مثلا في سير القديسين تقرأ عن الصلاة، عن العبادة عموما، عن الاتضاع، عن التوبة. عن العفة
عن النسك، عن الشجاعة، عن القوة، عن الحكمة، عن كلام المنفعة، عن الصمت، عن الاتباع، عن التسامح، عن الجهاد، عن العطاء، عن السمو الروحي. فاللي يقرا سير القديسين اما يقرا سيره تعطيه معنى معين، لاما هو يختار فضيله ويقرا سيره القديسين اللي مشهورين بهذه الفضيله. مثلا فضيله العطاء، ممكن يقرا سيره انبا ابرام اسقف الفيوم، انبا سلبمون ابو طرحه. في اب اسمه يوحنا الرحوم، ده اتاثر بحكايه من اراد ان يكون كاملا فليبع ماله ويعطيه للفقراء، فباع كل ماله واداه للفقراء ما بقاش عنده حاجه، فاخيرا باع نفسه كعبد وتمن نفسه الدهن الفقر. ولذلك تجد امثله عجيبه قوي في سير القديسين. دي مثلا من جهه العطاء، من جهه التوبه نجد سيره القديس اغسطينوس، القديس موسى الاسود، القديسه بيلاجيا، القديسه مريم القبطيه، وكل هؤلاء تعطينا سير القديسين عنهم حاجه عجيبه جدا، انهم ليسوا فقط انتقلوا من الخطيه الى التوبه، بل انتقلوا من تائبين الى قديسين، ومن قديسين الى حياه الكمال. الأجوار أبطال الإيمان والشهداء يعطونا فكرة عن الشجاعة والقوة والاعتراف بالإيمان واحتمال الألم. في قديسين يدونا فكرة عن الصمت وفوائد الصمت، وقديسين يدونا فكرة عن كلام المنفعة لدرجة ان كانوا بيجوا من اقصى الارض لكي يسمعوا كلمة منفعة من اباء البرية. لهذا كله قال مارس حاء: شهية هي أخبار القديسين مثل الماء للغروس الجدد. يعني ما تغرس نبات لسه جديد يحتاج لمية عشان يسير القديسين بالشكل ده. ايه فوائد سير القديسين دي؟ تقدم لنا القدوة الصالحة في الحياة الروحية، ومش بس القدوة عادي قدوة عادية، وإنما ترينا إن المثاليات اللي بيتكلم عليها الكتاب المقدس يمكن تطبيقها عمليا في حياتنا. يعني اذهب بيع كل مالك، أهو طبقوها القديسين. الصلاة كل حين، طبقوها القديسين. الاحتمال، الاتباع، طبقوها القديسين. كل المثاليات التي تبدو نظريا انها صعبة قدم لها القديسون مثلا عملية في حياتهم. واحنا لما بنقرا الحاجات دي بنشعر ان ممكن السير في المثاليات، وندرك ايضا سهولة الحياة الروحية، لان في ناس يفتكروا ان بعض الوصايا صعبة
ما يقدرش الواحد ينفذها، لكن القديسين أثبتوا أن جميع الوصايا سهلة وممكنة. في سير القديسين نتعلم سائر الفضائل، ونتعلم أيضا الطريقة المثالية للتعامل مع الناس، بل نعرف أيضا من صلوات القديسين إيه أدب التخاطب مع الله، وإزاي نتكلم مع ربنا، وإيه صفات الصلاة السليمة اللي تجيب نتيجة. سير القديسين تعلمنا أيضا استمرار النمو الروحي حتى يصل الإنسان إلى درجة الكمال بقدر إمكانه، يعني مش يقف عند حد ويسكت. وتعطينا سير القديسين أيضا فكرة عن الحكمة والإفراز في الحياة الروحية، ازاي الواحد يجاوب بحكمة، او ازاي يتصرف بحكمة مهما كان الامر صعب، ويتدينا فكرة ايضا عن اشتهاء الفضيلة. اشتهاء الفضيلة زي قصة راهب مرة راح لرئيس الدير وقال له يا ابي اصرفني من الدير اروح دير تاني. قال له ليه يا ابن حد تعبك؟ قال له ما هي المشكلة ان ما فيش حد بيتعبني، انا عايز اخد فضيلة المغفرة للمسيئين، مش لاقي حد يسيء الي، عايز اخد فضيلة الاحتمال، مش لاقي حد احتمله، كلهم ناس كويسين. فعرف انه راهب عمال وبيبحث عن الفضيلة حتى لو كانت تبدو صعبة. سيرة القديسين أيضا تقوي الإيمان. لما نقرأ قصص أبطال الإيمان تقوي إيماننا، ولما نقرأ قصص الشهداء اللي بذلوا دمهم وتحملوا الآلام والتعذيب من أجل إيمانهم، دي مش بس تقوي الإيمان عندنا، وأيضا نخجل من أن إنسان ممكن علشان يطلق امرأة أو يتجوز أخرى يغير مذهبه أو يغير دينه. أمال الشهداء كانوا إزاي عايشين بالقوة والثبات في الإيمان مهما حصل؟ سير القديسين أيضا تجعلنا نحب القديسين ونطلب شفاعتهم، ونحاول أن نتمثل بهم، وترشدنا إلى الطريق اللي نمشي فيه. المهم ما دام سير القديسين مهمة بهذا الشكل، لازم نسأل كيف نقرأ سير القديسين، وكيف نستمع إليه، وكيف ننفذ. أول حاجة لا تقلد تقليدا آخر، وخصوصا إذا قرأت عن فضائل وصل إليها أحد القديسين بعد جهاد طويل وبعد مدة طويلة من الزمن، تيجي أنت تبتدي بيها مش معقول،
ننتهي اليه القديسون، تخليه انت نقطه بدء. ولذلك من النصائح التي تقدم في سير القديسين التدرج، يعني شوف الفضيله اللي وصلوا اليها وكيف يمكن ان تتدرج فيها خطوه خطوه لغايه ما توصل. كذلك في تنفيذ سير القديسين لابد ان تضع في ذهنك هل هي مناسبه ليك ولا لا، وهل مناسبه للجو اللي عايش فيه ولا لا. يعني مش تقرا سير القديسين اشتهروا بالصمت فانت تصمت حتى حين يجب الكلام وحين يحسن الكلام وتبقى ما تفتحش بقك، لا، ده تقليد اعمى وجايز الصمت ما يناسبكش. او تقرا عن قديس كان بيطول ايام صوم بالثلاث اربع ايام، تيجي انت تطول الايام دي ما تعرفش وتتعب وتصاب بصغر نفس. انما تتدرب وتشوف ما يناسبك من سير القديسين، تنفذ من سير القديسين بقدر امكاناتك وبقدر الظروف المحيطه بك، ولا تيأس. يعني تقرا مثلا ان القديسين اتقنوا الصلاه الدائمه، تبتدي بصلاه دائمه جايز ما تعرفش، تتدرب واحده واحده لغايه ما توصل. او القديسين عاشوا في الوحده، انت تيجي تقلد حكايه الوحده جايز ما تنسبكش، عليك واجبات اجتماعيه وعليك زيارات وعليك حاجات كتير ما تقدرش. انما انت تاخد روح الفضيله وليس شكل الفضيله. تقرا في القديسين اللي تابوا وبكوا بكاء مر، وزي ما بيقول داوود النبي: بللت فراشي بدموعي وصارت دموعي لي شرابا نهارا وليلا. أما أنت تفضل ماشي بالبكاء قبل كده على طول، لا، خد روح الانسحاب وروح الندم، لكن مش تاخد الحرب، لأن الحرب هي كذلك مفروض أنك أنت لما تقلد سير القديسين فيما يتاح ليك أنك تقلده تكون تحت إرشاد روحي، تحت إرشاد روحي. لأن ياما إنسان مشي بفكره وضيع روحه، وتبعد عن القفزات السريعة اللي ما توصلش. وشوف أيضا كيف كان القديسون يتصرفون في المناسبات المختلفة. يعني القديس موسى الأسود كان بيصوم صيام كبير، لكن جوله ضيوف قدم أكل وكل معاهم وقال لهم إكرام الضيف إن أنا أبقى كده. يعني بيشتغل بحكمة برضه، مش مجرد يمشي بطريقة حرفية. يا ريت كل واحد يبتدي يضع لنفسه نظاما في قراءة سير القديسين، مش بس الموجود في السمكسار، انما في سير كاملة عن اشخاص معينين فيها تفاصيل التفاصيل، وحاول انك تنفذ على قدر استطاعتك. اتفضل وصل.